مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. لا طلبوا مني هون بكفر سوسي أني ألقي درس عن الأضحية. طيب يعني ضروري ما يعني أنا ألقيت درس بأحد مساجد عن الأضحية، والمشايخ إلا ما تكون حكيت عن الأضحية، ما هي في داعي رد نتكلم عن الأضحية؟ يضحوا، في حدا بدي يضحي؟ ما حدا بسجل يرفع إيده مشان ما يجدوا عليه الباب على العيد. في حدا بده درس عن الأضحية؟ ما بتكون خلص تمام أنا توصلني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أي مادة صرنا؟ 127. 127. نعم. هذا الكتاب لازم كل إنسان بده يتزوج يقرأ هالكتاب، إن كان شاب وإن كان بنت، مشان يعرف شو له وشو عليه. هلا في رجل، سمعنا انه في رجل بألمانيا حاليا اي امرأة مكتوب كتاب براني إلها وما عم تحسن تتخلص من زوجها، فبتروح لعنده 200 يورو عم بيساوي لها مخالعة بدون وجود الطرف الثاني، بتجيب آل الشهود عم بيساوي لها مخالعة، والمخالعة بدها تبادل ألفاظ، خلعتك خلعتك على مهر كذا، بتقول قبلت، فتقع طلقة بائنة بينونة صغرى. هذا شلون عم يفتي؟ ما بنعرف. دخل عربي على المخالعة شال المصاري. طيب المصاري شو بدي اسوي فيها بكرة؟ وين بدي اروح بهالمال؟ ها لك مال الحلال، نعم، ما عم يمري معه الواحد، يمري معه مال الحرام. فلذلك يعني الإنسان أنا شو لك حطه برقبة الشيخ؟ لا، ما بتنحط برقبة الشيخ. يلي راح اشتغل عنده أخطأ، وشو بيقول لهم؟ بيقول لهم أنا من سنين عم ساوي هالمخالعة، والشيخ اللي بعته لعنده ما بيقر المخالعة، بس أنا روحوا لعنده. لك شلون روحوا لعنده وأنت بتعرف المخالعة غير صحيحة؟ مخالعة بدها تقعد المرأة والرجل، أو الرجل ووكيلها، فبأجروا المخالعة بدها تبادل ألفاظ بين طرفين. والله خيني يا جماعة، والله مصيبة. أين ومكيف الزلمة كل يوم؟ أين 200 يورو قديش بتعودوا؟ نعم 120 ألف. يا سلام، 120 مزربي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله. ليش؟ لأنه المرأة المسلم يأخذ كتابية، ما في مشكلة. وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام، إذا كانت إيش تعبد صنم، تعبد أي شيء، نعم، مالها دين منزل، فبيعرضوا عليها الإسلام. شو رأيك تدخلي في الحديث؟ هلا شوف ماليزيا، ماليزيا بيقولوا بانه نعم اليوم الكتابيين ما بيصح الرجل المسلم ياخذ كتابيه، قال لانه هذول مو كتابيين اب عن جد، هذول ما كانوا شيء وصاروا كتابيين. يعني هيك مشايخهم افتت بانه ما كان على اهل الكتاب، كانوا وثنيين، كانوا كذا، فدخلوا في صاروا اهل الكتاب. فهذول وجهه نظرهم هن. نعم. فإن أسلمت فهي زوجته، ما في مشكلة. وإن أبت الإسلام معناتها يفرق بينهما، أو أسلمت وكانت محرما له يفرق بينهما. والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق، يعني ما رضيت بالإسلام معناتها القاضي منهم كل واحد روبي حال سبيله. نعم، هذا العقد الشرعي تبعكم؟ نعم، محا انتهى، ما في عقد بيناتكم، يلا كل واحد روبي حال سبيله. وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق، لأنه بركي إنه يعني الزوجة عاد يقنعها، عاد يفهمها، عاد كذا، إيه نعم،
مرة جاني واحد على موقف باص شيخ محي الدين، أنا مستعجل عندي شيخ من سؤال والله وقفت. نعم. قال متزوج واحدة. إيه نعم، هو مسلم متزوج واحدة مسيحية. قال له شو المشكلة يعني؟ ما في مشكلة. قال لي شيخ يا ريتك تروح معي على البيت وتنصحها إنه تصير تصلي. قال لي كانت تصلي صارت تقطش ولا بلشت تركي الصلاة. قال أنت بتصلي؟ قال لا والله. شو بتشتغل؟ قال حلاق نسوان. قلونا لي أولاد ما هي بدها قدوة، هاي بدها قدوة. يوم واحد بيقول لي إنه في بنت نعم مسيحية دخلت في الإسلام أسلمت وتحجبت ونعم من إيش يعني؟ لقيت إنه أخلاقه، لقيته نعم ما بيكذب ما بيسرق ما بيزني ما بيشرب خمر، نعم ما عنده أشياء نعم بطالة، حببها بالإسلام. أما بيقول لي تعال نصحها مشان الصلاة، أنا كنت أروح معه حال يعني إيه؟ لازم نفهمها إنه ديننا ركن أركان. طلع هو ما بيصلي، وخاصة ما إذا كان نعم حلاق نسواني. يا سلام. نعم. وإذا أسلم الزوجان معا بقي النكاح على حاله، لا مسائل عقد ولا مسائل شيء، هو وياها دخلوا في الإسلام بتم، ما لم تكن المرأة محرما له. فإن كانت كذلك، أي فإن كانت محرما بنت أخوه بنت أخته، نعم يفرق الحاكم بينهما، وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين. يعني إذا كان زوج وزوجة يهود وأخذ بنت أخوه مدري بنت أخته في ديانتهم، نعم فنحن ما بحقنا نفرق بيناتهم. ليش؟ هي ديانتهم ما بيتحاكموا عنا، لهم محاكمهم الخاصة، عقد زواجهم بإجروهن نعم بصيغة خاصة فيهم نعم، فهن زواجهم ذميين أو غير ذميين ما فينا نجبرهم، لهم محاكم خاصة. يعني يجي واحد يقول لي شيخ والله رجل وزوجته يهود، هاي بنت أخته. يا لطيف شو بنت أخته؟ روح امشي وين بدك تمشي؟ شو لك علاقة معه؟ نعم حتى من دياناتهم إذا امرأة بتشرب خمر، واحد متزوج امرأة بتشرب خمر، ما في نعم يزجر عن شرب الخمر، لأن الخمر عندهم ما في مشكلة. فلذلك نعم إذا أجت شربانة خمر عربدت عليه نعم طجته قنينة براسه وهو قاعد فتحت له راسه نعم. بس إنهم يعني نادرا ما يدوخوا، يلي بيدوخوا أولادنا، أولادنا برأس السنة نعم اللي بيدولقوا من الأناني هاي، وبيجي الواحد حيط ياخذه وحيط يجيبه. اي نعم هذول بقى. فلما سكر بمحظور، انسان شرب خمر وطلق زوجته طلقت. عند ابي حنيفه طلقت. ليش؟ لانه شرب خمر وطلق زوجته. كان في معي واحد قرايبه عم يساوي خل. فالخل له مده محدده 40 يوم مدري قديش ليصير خل. فهذول فتحوا على الخل قبل ما يصير خل. دنيا رمضان بده يلحقوا الخلات، فكل يوم على المغرب لما يفطروا يعملوا لهم كاسه. اي نعم يقول لي والله عم نصطهب على صلاه التراويح، والله مروقين على الشيخ. اي نعم مزهزه انا عم صلي. قالوا شلون يعني شلون الصلاه؟ ما الصلاه قديش حتى فتحتوا على الخمر؟ ما في 15 يوم 20 يوم كانوا فاتحين على الخمر. لك يا رجل ما بيجوز، نعم هذا خمر، عم تشرب خمر، فهذا محظور. حتى إذا بزت بقلبه شغلة بيساوي مشكلة الشغلة زتيتها، لأن هي تنجست ونجست الخلات. إيه نعم الخل ما بقى يطهر عند الإمام الشافعي. إيه نعم التخليل لازم يتخلل بنفسه، فتخلل إيه نعم بغيره ما بيمشي الحال. فإنسان البنج، شو البنج اللي بيأجروا فيه العملية الجراحية؟ مخدرات، مخدرات. إيه نعم فبارح كنت عم أعطي درس بأحد المساجد، يعني عم نحكي عن موضوع الشباب اللي يعني مدمنين على المخدرات. فقالوا لي شيخ عنا بيبيعوا، يعني عنا البياعين تبع المخدرات، ولي عليكم هذا الحديث. فلذلك يعني إنسان إذا شرب أخذ إبرة أو مثلا شرب سيكارة حشيش أو إنه أي شغلة تعاطاها وداخ منها، فعند أبي حنيفة وقع طلاقه. أما إذا واحد أخذوا له إبرة بنج فايت على عملية جراحية
وداخ وطلق زوجته ما طلقت زوجته لأنه ما سكر بمحظور. هذا البنج بياخذوه مشان اللي عنده عملية جراحية ياخذوا له إبرة بنج، بيسألوه بتدخن ما بتدخن، إيه نعم تشرب شيء ما بتشرب، لأنه ما بيأثر معهم البنج هذول دغري يعني بيتعاطوا مثلا بالبلاوي الزرقاء. فأسلم الزوجان معا، يفرق الحاكم بينهما وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معا. هي وياه هي وزوجها راحوا لعند القاضي قالوا له أنه يعني هنن أخدين بعضهم هنن قرايبين. فلذلك بالنسبة له يعني القاضي ساعتها بيحكم بيناتهم. ليش؟ لأنه هنن راحوا لعنده هنن تحاكموا عنده. نعم. وله أن يفرق أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها. كتابية من الزوجة بمسلم، فهي بالنسبة لها إن عم بيدخل بيناتهم القاضي بيفرق بيناتهم. نعم. هلأ المرأة في عليها عدة، المرأة في عليها عدة عدة طلاق. إذا إنسان بده يأخذ أخذ زوجته، حلية أخذ زوجته بعينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ ابن عمة ابن خالة أخو زوجة، قال الحمو الموت، أي فليمت ولا يفعل ذلك. هلأ بيعدوا باختلاط بين بعضهم لما يفوتوا نسوان ورجال بيسهروا عن بعضهم الجيران أو القرايبين، فبيصير الزلمة دمه خفيف وبصير بنكت، والمرأة بتكون شقضومة بتلاقيها صارت نعومة هيك. اي نعم تعا ماما، مع انه بقلب مهار ولا يقدمني ياك انت وابوك بقلب مهار، بس يجوا ضيوف تعا ماما صارت نعومة. فليش عم تحسنوا من حالكم قدام بعضكم؟ مشان الزلمة يقول لحاله هيك النسوان يا بلا، والمرأة بتقول لحالها هي الزلمة اللي دمها خفيف. اي نعم. فلذلك الاختلاط غير محمود ابدا، ما بدنا الاختلاط كلياته. هون اذا كانت اي نعم كتابيه معتده لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها، القاضي بيقول لها في عليك عده ما بصير تتزوجي، انت متزوجه من مسلم. بتقول له طيب انا مو مسلمه، بيقول لها مالك مسلمه لكن زوجك اللي طلعتي انت وياه فلذلك كان مسلم، بدك تعتدي العدة تبعنا، القاضي بيجبره. إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولدا صغيرا أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده، فإنه يتبع من أسلم منهما. الولد بيتبع أشرف الدينين، فإن عم الأب بالنسبة له اثنين كانوا غير مسلمين عندهم ولد أسلم واحد منهم، فبيتبع الولد بيتبع المسلم. الرجل المسلم بياخد امرأة كتابية وبيجي أولاد مسلمين، الولد مسلم بيجي بياخد أحكامنا بياخد اسمنا بياخد ميراثنا بياخد اي نعم بالنسبة لنا. مرة كنت أنا اي نعم في عندي طالب كان مستلم قرية، فالقرية فيها إسلام وفيها مسيحية، فدقل لي تليفون على الشام قال لي شيخ يعني أولاد المسيحيين عم يجوا لعنا على الجامع شو نعمل؟ لا تعمل شيء، أعطيه جزء عما مثله مثل أولادنا، خلي يقرأ وخلي يدرس مثله مثل أولادنا. أصلا ما بيحل لك تطالع الولد من الجامع، يعني قلت له لا تطلع أنت مو من ديننا هذا مو بيتك، بفوت الولد وبيأخذ مصحف مثله مثل غيره وبيقرأ فيه. إيه نعم. فلذلك انه حتى لما بنوزع هدايا لما بصير قراءته جيده بنعطيه هديه مثله مثل ابننا. فهون الولد لما نعم احدهم بيسلم فالولد مباشره بيتبع اشرف الدينين. بالنسبه للمراه اللي هي اذا هي اسلمت، ايه هلا بنعرض الاسلام عليه، لكن في ولد الولد تبع اشرف الدينين. اما هلا الاب اذا كان الاب بالنسبه له ما رضي يدخل في الاسلام، قاضي يفرق بينهما
وبدنا نشوف الولد بقى ينعم مو له فترة حضانة، هاي هي فترة الحضانة اللي ينتمي إلنا فيها، حتى يصير شاب بقى بيختار اللي بده إياه، هو حر، إحنا ما لنا عنده شيء، بيختار الدين اللي إيش اللي بيلاقيه مناسب له. نعم. فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام. هلأ بأوروبا اللي عندهم أولاد، نعم، إذا تقاتلوا الأم والأب الدولة بتأخذ الأولاد يحطوه عند عائلات تانية. شلون بيربوا قال الأولاد عندهم؟ قال بيربوا للولد ما بيضربوه، قال بيحرموه من أشياء إن عقوبة إله، يكفي إنه حرموه من أمه وأبوه، ليش الولد يعني بيرتاح غير مع أمه وأبوه؟ هي أحفادي أنا، تلاقي بكرة من حفيدي لأبعد حد، والله ذاك اليوم غطست أنا عن نزلت بمزرعة غطست بمسبح صار عمري 63 سنة، صار بيسبح كمان، بست بيجامة وصبحت مشان ابن بنتي مشان لعبوا بالمي. نعم، وقديش من دللوا، وبس يروحوا أمه وأبوه بيلحقون ما بيلحقني، جده تعود عندي، جدي بدي روح مع أمي وأبي. فالولد حياته مع أمه وأبوه ما قد ما بتقدم له وقد ما بتكرمه قال بيحرمون أمه وأبوه. نعم، شو ذاك اليوم كانت طالعة مظاهرة مشان إيش؟ موضوع حرمان الأولاد من أمهم وأبوهم، طالعين الأهالي اللي صفوا بلا أولادهم بمظاهرة عم يهتفوا نعم بدون أولادهم، بدون أولادهم لك. نعم، إذا كان الولد ما أعطونا يا هلا بأوروبا ما بيعطوا الولد. في لي صديق أنا أجى لهون على سوريا عنده بنت، وين البنت؟ قال مع أمه، ما بياخدها ولي على الحالة، يخلف هنيك ويدشر هنيك ويجي. نعم، بس احنا عنا في فترة حضانة عندهم ما بيصير، أخذتها لو أخذت الولد ومشيت. نعم، فإذا كان ولد مقيم بدار الكفر بيديك البلاد، في كتير ناس قالوا لي شيخ ولادهم تبعوا نعم يعني من هذيك البلاد صار من ملة اللي هن فيها، في منهم ألحدوا صاروا ملاحدة. نعم، فحسب ما بيحشوا براسه بيصدق، مع أنه ديننا ما في أحلى منه ديننا. هلا بيقولوا أنه مثلا أنه ضرب المرأة، هلا بأوروبا إذا ضرب الزوجة فلذلك بيفرقوا بيناتهم وكذا، ليش في دين مثل ديننا عز المرأة ودللها؟ نحن نعم بديانتنا بتلاقي مأمورين بالكلمة الطيبة في بيتنا، حتى بالنسبة إذا ما بتصلي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مو تطرأ كف نعم تجيب أجلا، فبالكلمة الطيبة بالكلمة الحلوة. ولدك اللي ما بيصلي باخذه على الجامع بشيله قلابية بشيله طاقية بيضة. هلا الأولاد اللي بيصلوا الجمعة معنا يحبوا يقعدوا جنب مني مشان ضيفوا السكاكر، فبحط لهم سكاكر مخصوص بجيبتي، وين ما بكون بيجي الولد مباشرة بشك جنب مني مشان بعد الصلاة يسلم عليه، مع أنه الصلاة التسليم على بعضنا البعض بعد الصلاة مو وارد، لك إذا الإمام عنده السجود سهو روحته عليه دفعت صلاتي مع الكراهة. بس هذا الصبي الصغير مساعد عيد الصلاة ولا أكثر بخاطر هالصغير، فبيسلم عليه بصافحه وبعطيه سكرة وبياخذ سكرة بيرقد لعند أبوه شيخه بيقول شيخي، بيقول له أبوه شيخي شيخ فتحي شيخي، نعم يا سيدي نعم شيخ أهلا وسهلا. ف يعني هذا الولد من صغره جيب له سجادة الصلاة صغيرة، جيب له شغلة خده معك عشان بس حطه جنبك، مو تفلته بالجامع. داخل عم أعطي درس نعم قدموني صليت إمام بالدرس، الولد اللي بيعفرت ولا نقلع من هون نقلعهم، بس نحن عم نصلي اشتغل رقيد ورانا من أول الجامع لآخره، رقد 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 رقد، والله ما عرفت أخشى وأنا إمام، صليت إمام لأن إمام ما عرفت أخشى. فبعد الصلاة أنا له الله يرضى عليكم بيجيب السعدان تبعه معه الله يسلم لكم سعدينكم، يعني بدك جيبه وحطه جنبه. نعم، تيجي تفلته بالجامع هيك علينا. نعم، لا ما هيك يعني، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وإقامة حدودكم، فبدك تنتبه للولد، تنتبه نعم للمجنون تنتبه. نعم، إذن
فإن لم يكن مقيما بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه، عايش بأمريكا متخذ عبادته يصطفي ما بيتبعنا. فلذلك إذا صار وفاة ما بيرت من أحد أبويه أبدا، لأنه من موانع الميراث اختلاف الدين. نعم، لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلما بإسلامه ولو كان أبوه ميتا. يعني هلأ الجد أو الأم اسمه الجد الفاسد، بس بالميراث اسمه الجد الفاسد، مع أنه الولد دائما بيحب جده وسته وأبو أمه وإخواله. الأب ليش بيبقى والعموم بيبقى قاسين على الولد، وجد أبو الأب بيبقى قاسي على الولد يطالعه زلمة، بينما الإخوال الخال أم تانية فبتلاقي حنون على الولد. هنا بينما أولاد ابني سوقهم بالعصاية قدامني أيام ما كانوا عندي، هنا عم أمشي ولا نازل فيه سفر يلا أمشي قلت له أمه جدك عم يمزح معك، ما عم يمزح معه بالله، بدي ربي بدي يطلع بني آدم يطلع زلمة. هنا بينما جد ابن بنتي ما بضربه، ما جدي يعطيني 50 ورقة بقول له امشي على الجامع، بدي 100 ورقة لو على الجامع، هاي 100 ورقة امشي على الجامع، ما اذا ما اعطيته 100 ما بروح على الجامع، بروح معي على الجامع. هداك ما قال له امشي على الجامع، اللي بدي 100 بدك 100 ولا 100 مشان تروح على الصلاه يا ضلالي امشي له، بيمشي بعطيك 100 بس مو مشان الصلاه. بس ابن بنتي انا سبحان الله تلاقي الواحد فبيسموا الجد الفاسد، اي نعم، مشان الميراث. اي نعم، فلذلك والجد انه اي نعم رغم يعني قساوته الجد انه يربي، والجد اب ثاني ابويه، فالجد زواجه ملزم، اذا بيزوج بنت ابنه زواجه ملزم، ما فيها البنت تقول اخترت نفسي لما بتبلغ، لانه زوجها ابوه او جده، اما يزوجها عمه ما عجب الزوج لما ابلغت قالوا لها انت مخطوبه لفلان، فبلشت هيك بقى تحط على وشها بخيت حمراء، اي نعم، وتظبط حالها وانت تطلع على الشارع، وإذا في عرس بتروح إن عم ترقص تلاقي قدام المعازيم وأمها بنتي، عشان إذا في يعني تواصل في يعني إجا سوقة للبنت هي أمها ليكا. إي نعم، فإجوا الناس قالوا لها شو عم ترقص وأنت مخطوبة لفلان مكتوب كتابك، هلأ لازم تقول اخترت نفسي. أما إذا قالوا لها طولي بالك يعني عود ولا لقعود على قولة اللي بيقولوها، إي نعم، ظل راجل ولا ظل حيطة على أهل مصر. إيه نعم، فيعني شو بدك يعني إجا ابن حلال يعني منيح ماشي حاله، اقتنعت أول شيء وعدت ما بدي مشي الحال زوجة بدها دغري تقول ما بدي اخترت نفسي. فبالنسبة نعم الجد ما بيتبع الولد جده، بيتبع أبوه أمه ولو كان أبوه ميتا. إيه نعم، وتستمر ما هيك يجيب كذلك ولا غير هذا، وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغيرة سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مدة صغره نعم، ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا، أبلغ ورفض الإسلام خلاص مع السلامة. كان هو صغير ملتزم بتعاليم الإسلام بس لأنه إيه نعم أحد أبويه إيه نعم بالنسبة له غير مسلم مثل الأم مثلا، فعم تحط في رأس الولد إيه نعم غير ديانة الإسلامية، بلغ قال إنه ما بده دين الإسلام، هلأ بالنسبة له هو اللي اختار. فلو بلغ مجنونا بتم مسلم بتم تحت سايتنا، أو معتوها، معتوه شو قلنا عنه مختلط الكلام سيء التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، فلا تزال تبعيته مستمرة لأنه ما بلغ عاقل. قليل الفهم. في النكاح غير الصحيح والموقوف، الفصل الأول في النكاح غير الصحيح، إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسبا أو رضاعة أو صهرية. كنت مرة أنا خطيب جمعة في بلد فخطبت خطبة جمعة عن رضاعة، بالقرى مفتكرين انه بس البنت اللي رضعت هي والصبي هي اخته بالرضاع، اما اخواته الثانيات مو اختهم من الرضاع.
فانا على المنبر عم وضح المساله انه اي انسان رضع من امي هذا اخونا بياخذ حكم الاخ. كل اخواتي بنات محرمين عليه وما لا الا الجامع كله وقف على حيله. يا شيخ اتقي الله عمل شو في غير يا الكلياتنا معنات على الحاله ان عصبينا ما لنا متزوجين اخذين خواتنا ايه ولا كل واحد ايه نعم تلاقي لما امه تطلع الحصيده تحمل الولد تقعد ترضعه خمس رضعات مشبعات عند الامام الشافعي عند ابو حنيفه مصه واحده بتحرم لك ام رضعته 60-70 ألف مره تم يقلط منها ايه نعم لحتى قال حاجه معناته ما عاد في بقى لا فتوه الشافعي ولا ابو حنيفه ولا غيره ولا فتوه ايه نعم اللي افتوه قال هو كبير قال رفيقه الموظف يرضع منها يخرب بيتهم على هالفتوى شلون بقى بدها ايه نعم شلون تعطي صدره اه يمكن لا قال بالكاسه ما في شو الحكي الفاضي هذا يحرم من الرضاع ما دون السنتان نعم حتى بعد ما تزوجها فيه بحسن يتزوجها هذا نفسه افضل فتره الثانيه هي تتم يعني ف والله انا على المنبر عم اخطب على الرضاع ولا الناس ضجت واحد ايه نعم رضعان هو وزوجته لاجين حاجه هو رضعان من اخته بعدين هي نعم اجت بالترتيب بعد منه اخته من الرضاع راع البيت والله قال لزوجته قال له والله هيك في الشيخ قال شو نعمل قالت له قال بتنعزل فراشك عن فراشي اه هي راحت على غرفه هو بغرفه قعد له نعم 3-4 أشهر عضوا الجوع قال له بدي اتجوز قالت له والله ما اتجوز لا اذبحها شو تتجوز يعني انت بتتجوز انا عندي 6-7 أولاد مين بده يرضى ياخذها بقى ما في غير الله هو بده ياخذها قال له ما تزوج لا اذبحها قال شو بدنا نساوي قالت له شلون كنا ما عايشين لما جينا هذا الشيخ من الشام اي والله جانا بلوي من الشام هذا قال له ايه قالت له بنرجع مثل ما كنا رجعوا مثل ما كنا يا هل ترى بيطلقها ما بيطلقها لانه من الاساس هي اخته يعني ابنه له الخيار بيقول له خالي او بيقول له ابي انه اخو امه بينادي له خالي اذا بده فلذلك إذا إنسان كتب كتاب على أخته من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا مثلا إنسان لو الشيخ ساريا رضع من والدتي لعمتي عمته خالتي خالته أختي أخته إينا. فمرة إجوا جماعة يستفتوا عندي قال شيخ واحد رضع من سته وسته كان عم يجي حليب يعني عنده ولد وهلأ بده يأخذ بنت عمه بجوز نص الجامع قال بجوز قالوا تعالوا نكتبه على اللوح كان حاطين لوح نحن بالجامع قالوا هذا لما رضع من سته أبوه شو صار أخوه من الرضاع وعمومه أخواته من الرضاع وبنت عمه شو بتكله بنت أخوه بجوز يأخذ بنت أخوه قال لا والله ما بجوز قالوا مسائل الرضاع بس تجي اكتبه عشان ما ضيع فيها لأنه الناس شو بيزنوا والله سألت الشيخ يعني إذا الشيخ أفتالك صارت حلال يعني ما بصير حلال إيه وفي ناس شان يصدقوه إنه عم إحدى المحافظات اللي بصمة ماكنة فيها مشان يصدقوه شو بيقولوا الشيخ فتحي قال إذا الشيخ فتحي قال خلاص وكون مالي خبر المسألة كلها بس مشان يصدقوه إيه فإذا إنسان تزوج عقد على إحدى محارمه نسبا عقد على أخته على خالته على عمته إيه أو رضاعة أو صهرية حماته هلا الحماية إيه نعم شو الحماية؟ حماية أمك بمجرد ما عقدت عقد صحيح على بنت هلا أمها تحرم عليك للأبد صارت أمك هي إيه نعم فممكن تشوف شعراتها أنت ممكن تشوف مثلا إذا لابسة نص كم لكن إن أمنت الفتنة إذا الولد ما في دين يلي خطبناه إيه نعم ما متقي الله ما بتقوم الحماية قدام منه بلا غطاء ما له مصلحة أخته إذا كانت أخته بتعرفه أنه أخوها ما في دين ما بترضع أولادها قدام منه وهي أخته ما بترضع أولادها قدام منه وما في داعي تتمكج قدام أهلها قدام أخواتها قدام كذا ما في داعي فكان الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله تعالى لما تجي بنته تبوس ايده يبوسها من فوق الإشار من راسه اخذناها عنه بناتي يبوسوا من فوق الإشار من راسه
احيانا بنتي بتقول لي يعني يا ابي بوسي مخدي. لا يا ابا مالي شغل. مشايخنا باسوا بناتهم من راسهم فوق الايشار خلص بكفي. لما يجي حدا يبوس الشيخ الرنكوسي من الشيء يروح بوس مرتك يدفشوا عنه. شاشو جاي تبوسني؟ الزلم ما بتبوس بعضها والحريم ما بتبوس بعضها. وين بتلاقي الناس لما بتسلم على بعض الزلم؟ روح يا زلم. فنهى النبي عن الأمر هذا. يلتزمه نعم إذا أجى من السفر بيعانقوا هيك معانقة. نعم يعني إيه بس ما يبوسوا. فأنا قلت له للناس يبوسوا إلا مسلم كتفي. خلي شواربه يزلوا بالقلابية، خلي القلابية تعدى 6-7 شهور نعم وتنهرها من كتافه أحسن ما ينهرها وشي. نعم. إذن صهرية. فبلا إذا كان مثلا إنسان عقد على امرأة أمها عايشة وبنتها عايشة، مجرد العقد الصحيح عليها أمها تحرم عليه بنتها لا، لحتى يتزوج الأم بيدخل بالأم ساعة حرمة عليه البنت. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن النكاح لا يصح أصلا. النسب والرضاعة فاسد. فالنكاح لا يصح أصلا. ويفرق بينهما إن لم يفترقا. هذا الرجل اللي حكمنا له بأنه أخته من الرضاعة ما بيجوز إنعم، وعاشوا وياها والله لما شوفه إنعم مباشرة يقع في قلبي أنه يعني عايش مع أخته. مسكين يبكي ويجي يسجد مطرح. أنا كنت أعطي درس على درج المنبر، أول درجة من المنبر كنت أقعد عليها وأعطي درس، يجي يسجد على أول درجة من المنبر مطرح ما بقول نعم ويبكي على حاله. يعني مو شغله سهله اخي، ما بتحسن انك تعيد طعن البلد كلياتها. روح خروج من سوريا كله، خروج من الدول العربيه، روح عيش حياه نعم يكون فيها شريعه. اما لا تقيم على معصيه، تقيم على هالمساله هي مو سهله. في مدير مدرسه ما بده زوجته، قال لي شيخ انا رضعان انا وياها، ما بده اياها تاري. قال لي كذاب شيخ، ولا رضع من امي ولا شيء. نعم. فلذلك في ناس تلاقي بدهم هيك يواربوا مشان انه يعني يجدد شبابه. نعم. ان لم يفترق ويعاقب الزوج باشد العقوبات التعزيريه سياسه. التعزير عند ابي حنيفه يصل لدرجه القتل. فالانسان نعم اذا بيرتكب ذنوب نعم مشان القاضي يربي فيه البلد مسمح له انه ايش؟ انه يقتلوا عشان الناس تتربى. فهون عقوبه تعزيريه بترجع لايش؟ للقاضي بقى، وشو الامر اللي بيستاهله هالرجل مشان انه يحكموا فيه. لانه في ناس من تطليعه تبكي، في ناس لازم تنزل تطرقه كف يطج راسه بالحيط مشان ما يعود يعيده، في ناس بدك تطجه 20 بوكس مشان ما يعيده، في ناس بدك تربطه نعم بالشارع تروح تجيب سيارة تسرع تخبطه بالسيارة تلزقه نعم بالأساطيع عشان ما يعود يعيده. ففي ناس نعم من تطليعة بتلاقي إيش يعني كن وقعد عاهل حسب بقى إيش الناس اللي تربايتها وترتيبها. لا مو حد لما يكون نعم في أشياء تعزيرية. نعم. إن فعل ذلك عالما بالحرمة، يعني مثل صاحبنا بيعرف انه حرام وعاشه، او بعقوبه تليق بحاله، يعني القاضي بيعاقب عقوبه تليق بحاله ان فعله جاهلا بها. فعل الامر هو جاهل. يا اخي لا يعذر المرء بجهله في دار الاسلام. في عندنا مشايخ ائمه خطباء مفتين، بتروح لعندهم تقعد تسال هن بيجاوبوك. اما عايش تفاش لحالك مثل ما بدك تشتغل، والله مالي عرفان. يا اخي سؤال شو اللي مالك عرفان؟ مره اجى واحد يسالني سؤال شيء يوم بنوصل عليها، اجى يسالني سؤال رفع ايده قلنا له نعم. قال شيخ اذا انسان عقد على 4 نساء دفعه واحده صح العقد؟ قلنا له نعم صح. قال لي ليش؟
اللي ما بيصح. قال له عمي بيصح؟ هي الدليل، فتحت له عليها هي الدليل. عقد على 4 نساء دفعة واحدة ما في مشكلة. اللي قالوا انه العقد، قال له اذا 4 نساء احداهن محارمه، اذا حط 3 نساء بحل له يتزوجون، واحدة بيناتهم اخته او بنته او عمته او خالته، والاربعة زوجوني نعم زوجيني او زوجنني انفسكن قالت قبلنا، ما صح العقد لانه بيناتهم واحدة محارمة. قال يعني انا ما بفهم، يعني ما انا ما بتفهم يعني، بس المسألة انت ما انتبهت عليها، يعني ما بفهم يا اخي، يعني لا تخليني الا ما بتفهم يعني، انه المسألة انت ما انتبهت لها يعني، انت صحيح ما بتفهم يعني، بس اما هيك المسألة. تم مدري كم سنة ما يسلم علي، بعدين صار لي السلام عليكم. اذا تزوج احد امرأة الغير، يا حبيبي هلا اليوم عم تصير واحد يزوجها مختفي، اجى على بالها بدها تتزوج، صبرت لها 2 3 4 5 سنة بعدين ما عاد في صبر، ما بندرى الا تزوجت. لك طيب زوجك تعرفي عنه شيء؟ لا. ما بيحل لك تتزوجي. بيجوا الناس شو بيقولوا لها؟ اذا 6 شهور ما نمتي انت وياه طلقتي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه جابوا الفتاوى؟ اي 6 شهور؟ هي بتتم على ذمة زوجها حتى يموت اقرانه، ما يتم حدا مواليده عايش، ساعتها تعتد 3 شهور ثم تحل للازواج. اذا قال عقد شرعي عند قاضي الشرعي، بترفع دعوه لقاضي الشرع الاول شيخ محمود المعراوي، فبيطلقها بحجه الغياب، انه زوجها غايب، بتجيب الشهود بعد سنه بيطلقها، ان عجبت الشهود بيحلفوا يمين على القران بيحلفوا بيطلقها القاضي. اما اذا كانت بكتاب براني، اي نعم، او انه مثلا دريت انه والله بعذره ما كان يطلع الزلمه وراحت تزوره الا ما تطلق وعض الجوع، شو بدها تساوي؟ تروح تتزوج. في نسوان تزوجت، في نسوان تزوجت، بعرف عائلات تزوجوا. وامر من هيك، في واحد كاتب كتاب بنته كتاب براني على زلمه، اختلفوا مع بعضهم، قال له ما برجع لك الذهب، ما عاد بدهم بعضهم، قال له ما برجع لك الذهب ولا برجع لك شيء، لانه هذا حقنا، اي نعم، والمهر دافع الزلمه المهر كامل، قال له ما برجع لك منه شيء، ما في دخول ولا في خبية صحيحة، قال له ما برجع لك شيء، قال له ما بطلقها، قال له لا بطلقها، مكتوب لك كتاب محكمة خلص تزوج. لك مكتوب كتاب براني من الزوجة هاي، شو كتاب براني؟ عقد أمام الله سبحانه وتعالى معقود في السماء؟ لا. فقال لي شيخ، مع أنه أبوها يعني بيصلي بالجامع أول صف، أول صف يقف وراء الإمام، عنا واحد بالصالحية قضى 40 سنة بالقهوة، بعدين جاء على الجامع بيصلي أول صف وراء الإمام، وراء الإمام تمام، توفي رحمه الله تعالى. لكن لو مثلا مين أي شيخ إجا وقف، بيجي من قدام وبيرجع لورا لحتى يدفشوا للشيخ لورا، هو بيوقف مشان تاب وإجا من القهاوي ويصلي وراء الإمام. وراء الإمام بده يكون إمام، إذا الإمام سبق الحدث بيستخلف اللي وراه، إذا اللي وراه مو قارئ ولا دارس بشده بينتقد ضوءه الزلمة من الرعبة، وين شده؟ يعني عم ما خرج يصلي إمام. فهذا إيش سياسة؟ إن فعل ذلك عالما بالحرمة، إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته، واحدة بالعدة عند الإمام مالك، إذا بتعقد على امرأة في العدة حرمة عليك للأبد. نعم، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ارجع لتفسير ابن كثير عندها المادة بتلاقي قول الإمام مالك، أي إنسان بيعقد على امرأة هي في العدة، المرأة في العدة ما بيجوز الواحد حتى يفاتحها بالزواج إلا معتدة الوفاة، تصريحا تلميحا لا تصريحا، تلميحا لا تصريحا، إيه تلميح يعني. فبيقول لها يعني والله أنا نفسي هيك، نعم معلمة مدرسة يكون عمرها مثلا 35 سنة، طولها 165 سنتي، عيونها إيه نعم شهر هيك يعني حلوين، إيه نعم تلبس جلباب وإشار أزرق، يعني صفاتها تعرف أنه هي إيه نعم. فهي كما بتقول له إن شاء الله هيك بيجيني من الحلال، يجيب لي كل يوم سندويشة كريسبي
يجيب لي نعم يصير يبعث له بقى هو بالاكل والشرب تخلص عنده بتقدم له بتقول له ما في مجال ما في مجال نعم. فلا زوجة الغير ولا معتدته. مرة كنت جاي أنا نعم مسافرين بالليل يمكن حكيت لكم يا هراك مين مكروه فقلت له زوجة الشوفير قل له للشيخ سأل الشيخ ما بدي يسأل حدا ما بحب المشايخ ما بدي يسأل سأل الشيخ قل له قال لي شيخ عملت هاي شو قال له نعم قال لي بنتي مكتوب كتاب براني الزلمة سافر ولا عم يتصل فيه ولا يبعث له هدايا ولا شيء ولا جاي ابن حلال رغبان فيه وحاببه فيني خطبه اياها وزوجها قلت له لا ضرب فرام وصف على اليمين يا حبيبي اذا نزلني بالليل على استراد درعا لا يا زلمه انه طول بالك والله لو لي انا الحكم لحتى اقول لك اخي خلص بلا لك الزلمه بس مو لي يا عمي لا لي ولا لك ولا لاكبر شيخ بالعالم مكتوب كتابه هي شو بدنا نساوي؟ بدي له ساوي صفيحه علي والله بدي ينزلني قولا واحدا هنا نالوا شوف اهلها شوف حدا يمون عليه شوف كذا هنا اذا فلا يصح النكاح اصلا معتده او زوجه رجل يا الاحداث احنا عايشين فيها فاتت امراه انا عم اكتب كتاب اي نعم يعني بال 25 26 سنه لابسه اواعي بلا اواعي يعني كل شيء برا قالت لي شيخ يعني انا مو جا على بالي الزلم بس يعني زوجي مختفي بدي اسألك نالا يا عمو مو جاي عبالك الزلم ولابسه هيك اذا بيجي عبالك شو بتلبس يمكن ما تلبس طيب يعني قالت لي يعني شو بدي ساوي طيب يعني بدي اتزوج زوجي ما بعرف عنه شيء كذا اي نعم اللهم لا حول ولا قوة الا بالله فلذلك الناس بالاشياء اللي وقع فيها اي نعم وخاصة بكتاب البراني زيك هذاك اليوم زي بده يكتب كتاب براني نالوا بملك الطلاق للزوجة ريشة ما تكتب كتاب المحكمة الشرعية قال شو الزوجة تملك طلاق طلاقة تملك طلاق كون عم تشبر قيلي لك يجرى على أجل قلت لك اي نعم تعرف عليها الطلاق انه اي نعم اذا اليوم ما تصير عندها ولا بتفوت البيت اللي هي بدها تقول لك تقول لك هيك لك اي نعم فسبحان الله في ناس عقلها ما اي نعم ما بيوازي الامر هذا في حماية اي نعم قالت لي شيخ والله ما بملك الطلاق قلت له وانا السلام عليكم ضبيت اغراضي عملت انا عند فاطري ما له ماشي نادى لي ابو الزوج تعال الشيخ قال لي تعال خلص شو بدك انت بتلاقي مناسب اشتغله طيب هلا هي بنت جامعيه من غير بلد اي نعم مو من بلد اي عربيه بس من غير بلادنا جاي تدرس بالجامعه وراح تتزوج ابنهم اهلها وافقوا طيب هلا بكتاب براني معظم القرى بيصير عنده اربع خمس اولاد من كتاب البراني وطلع خلو عليها وقلعها وين بتروح بحالها وين بتروح لا أخي الملكة الطلاق ليس من تكتب كتاب المحكمة الشرعية ويوجع عقوبة إن دخل بها عالما بالحرمة دخل مرة أجاني رجل بده يكتب كتاب بعته وراي رحت وراي والله عدت جبت دفتر وقلم بدي يسجل بقى البيانات والهويات وكذا ولا بتقلي أمها الحمد لله شيخ اليوم اطلقت عمل حشد الولد من إيدي شو اليوم اطلقه؟ وين العدة؟ قالت لي هو طلقها من ست شهور بس اليوم رجع طلقها معناها هي مطلقة من ست شهور قال ايه كملت ايش؟ العقد الشرعي بعد يومين شفت واحد من كباريت الحارة عنا اجا سلم علي قال لي شيخ انت كتبت له الكتاب؟ لك قال لي هي ما عجب الزوج الاول رجعت ما عجب الزوج الثاني رجعت عند الزوج الاول قال لي هو اصلا مو مطلقة حردت راحت تزوجت لي على الوقع شلون الامر ها طيب اللي قاعدين الشهود من اهلها وامها قاعده وعمامها قاعدين شلون بيرضوا على الامر ها واحده انا من يمكن بسنه 95 اجتمعت بامراه من زوجه اثنين كل واحد بمحافظه تقعد عند هاد فتره تتقاتل هي تروح لعندها تقعد عند هاد فتره تتقاتل هي تجي لعندها فبعدين اشتكوا عليها طلبها مدير الناحية قال لها بدك تختاري واحد يا هون يا هون ما بيمشي الحال اثنين شو تعدد أزواج ما سمعنا لسه عنه المرأة بتاخذ أكثر من واحد عيش كثير بتشوف كثير يوجع عقوبة إن دخل بها عالما بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله
غير عالم بها، ما له خبر بأنه إيه نعم هي من زوجي. رجل راح خطب امرأة، قالوا له أهلها مطلقة، بس الأوراق عم نمضي وراء صفة، أمضى القاضي بس يعني، ولا هي مطلقة. راح لبسها دهى ويجيب أكل وشرب ودللها وأواعي وكذا، تاريها مو مطلقة لسا، عم يفاوض الزوج مشان يطلقها. ودري الزوج إنه راح يتزوج، قال له بدي فروق. نعم نحن بنسمع فروق محل، فروق بيت، فروق إيه نعم، فروق زوجي، يشهد الله، قال له بدي فروق. إيه نعم، إن لحانا سبحان الله. إيه نعم، نعم. وفي سورة العلم، ما هي؟ وفي سورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق. إيه نعم. طيب هلأ بالنسبة إلهم، إيه نعم، إنه إله خبر وبيعرف إنه مش زوجي. طيب هلأ إذا وطأ، إيه نعم، فلا يكون وقاعها على الزوج الأول مع التفصيل. نعم، لو متزوجة ما هي، فلا يحرم فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول لو متزوجة، لأنه لا حرمة لماء الزاني، ما له حرمة. هلا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. مرة في رجل طلق امرأة على التليفون، فقال لي بدي رجع، بس بدون ما يدروا أهله وأهلها، ما بده حتى ينعم حدا يدرى، لا أبوه ولا أبوه ولا شيء. نعم والله يا أخي، نعم يعني بالنسبة له، وما في، لأنه خلوة صحيحة، لذلك مباشرة انتهى الزواج. لو في خلوة صحيحة كان في عدة. راح لعند شيخ، قام شو بيقول له الشيخ، قال له أخي ما طلقت. نعم، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فطالما ما تزوجوا فما وقع طلاقه. شو الحق الفاضي؟ شو التأويل ها؟ طيب زوجة كاتب كتابه على وحدة ما عبده إياها، ما بيصير يطلقها لحتى ينام هو وياها؟ إيه، إذا ما بده إياها بيقول لها أنت طالق. قال لا، ما بيصير، ما بتطلق إلا إذا كانوا تزوجوا. وأنا بحترمه للشيخ يعني، يعني تعالي شلون فات الفوت الغلط هاي؟ ما في قول، ولا قول. امرأة، واحد كتب كتابه على امرأة وما عدوا ياها مشان يتخلص منه، شو بيساوي؟ بلا انت طالع. لا الشافعي ولا ابو حنيفي ولا الامام احمد ولا امام مالك قال بانه ما طلق. طلق لقى شلون بدي يطلق الواحد بأوصه مشان يخلص منه. اذا في سورة العلم لهم خبر، فطالما لهم خبر ترجع لعند أولاني. لو متزوجة، وفي سورة عدم العلم تجب عليها العدة، ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضاء عدتها، قبل انقضائها. ثم قال المادة 133، وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.